معانا في بوابه اخبار اليوم ونقول لك الف مبروك نجاح حفلتك النهارده. تقول ايه الجمهور الغردقه عن الحفله دي وعن الاستقبال اللي استقبلوك بيه؟ انا طبعا بعيد الكلام تاني، انا بحيي كل جمهوري اللي حضر النهارده، من اخوات الصعايده لاسكندريه، من بحري للصعيد، وبحيي طبعا كل الشعوب العربيه اللي حضرت الحفله، وبقول تحيا مصر زي ما قلت لك في الاول، وبنقول ان شاء الله السياحه ترجع تاني والموضوع هيبقى احلى بكتير. ليك لقاء تاني مع جمهور الغردقه بكره في حفله المحافظه، اختيار حجازي متقال مبدئيا ان هو يبقى نجم احتفال محافظة الغردقة بالعيد القومي، تقول ايه عن ده؟ طبعا اختياري كان نابع من سيادة المحافظ احمد عبد الله، هو شاف ان انا اقدر مثلا اعمل العيد القومي لمحافظة البحر الاحمر، فانا لبيت الرغبة، وهو يعني بشكره لاختياره ليا، ده شكري يعني. وايه الشو بقى والجو اللي هيعمله حجازي بكره في الحفلة؟ بكره الحفلة هتبقى لايف، وهيبقى الموضوع مختلف شوية عن النهاردة، أنت عارف شغل اللايف بيختلف عن شغل البلاي باك، فبإذن الله بكره محضر مفاجآت حلوة وأغاني جديدة إن شاء الله. كل سنة وطيبين، دامي تاني السنة جاية إن شاء الله.